وهم داخل بيوتهم والأحزاب مشوا ورد وهو برضه هم قاعدين يقولوا لا دول لسه ما طلعوش لحسن يرجعوا. ادي معنى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا مع انهم ذهبوا. وإن يأتي الأحزاب لو رجع الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. يعني لو رجع الأحزاب هو إيه يرجع الأحزاب إلى المدينة يتمنى هؤلاء المنافقين أن لو كانوا في الصحراء خارج إيه المدينة. وإن يأتي الأحزاب يودوا يعني هم يحبوا لو أنهم بادون خارج المدينة مع الأعراب سكان إيه البادية. وأكثر من كده يسألون عن أنبائكم عن أخبار المؤمنين. هم الجماعة دول مشي ولا لسه وإيه اللي حصل لكم وهم قبعين داخل البيوت. هل رأيت تصويرا للجبن كهذا التصوير؟ يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم. يعني لو كان هؤلاء المنافقون معكم أيها المؤمنون ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يعني إلا قتالا قليلا.